مساء الخير واهلا بحضراتكم. طبعا احنا شفنا كلنا المعجزة اللي حصلت مع المهندس المتقاعد الأستاذ عادل فايز. حصلت معاه معجزة في كنيسة العذراء مريم والبابا كرولوس بعزبة النخل، ان هو شاف العذراء وهو كان على كرسي متحرك كان مشلول بقاله 7 سنين. طبعا كانت فرحة كبيرة جدا وكانت معجزة عظيمة حصلت له بشفاعة القديسة العذراء مريم. وبعد ما طلع على قناة سي تي في وجاب التقارير الطبية معاه، كالعادة ظهرت ناس على السوشيال ميديا معروف انتماءاتهم ايه، وخلي بالكم من معروف انتماءاتهم ايه دي، يعني اخوان على سلفيين، على الناس اللي بتشكك في اي حاجة في اي اتجاه. المهم قالوا لا دي مش معجزة، انتوا عايزين تغطوا على موضوع مريم سمير، دي مسرحيات الكنيسة بتعملها مش عارفة ايه، وقعدوا بقى ايه يعملوا مناحة وحالة من الهياج الشديد بعد حدوث هذه المعجزة، وبتقولوا انتوا بتردوا علينا، انتوا بتثبتوا ايمانكم المسيحي، ايمانكم هش وكلام ملوش اي اتجاه في اي حاجة. يا جماعة يعني حالة من الهياج او هجمة شرسة على الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالذات، ومعروف مين اللي بيتكلم يعني، ومعروف تاريخ كل واحد ايه من اللي بيتكلموا دول، يعني كل واحد منهم معروف تاريخه ايه، من غير ما نتكلم يعني معروف ده توجهاتهم ايه وانتماءاتهم ايه وهدفهم ايه كمان، يعني اهم حاجة هدفهم ايه. هما دلوقتي الكنيسة القبطية الارثوذكسية مستهدفة، مش موضوع مريم سمير، موضوع مريم سمير خلاص خلص، لا دول لسه مصممين ان الكنيسة خطفت مريم سمير. ده مش موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، انا هوريكم حالة من الهياج وحالة من المناحة اللي اتعملت، وبيشككم وبيجيبوا كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، وقال يعني بقى بنقول ان احنا بنعمل مسرحيات ومفيش معجزة حصلت من الاساس. طيب تعالوا بقى اوريكم هم كانوا كاتبين ايه على صفحته. معاذ عليان كان كاتب: رد الكنيسة على أسئلتنا مجرد مسلسل هايف مقرر، راجل خادم في الكنيسة يدخل بكرسي ويخرج على رجله، وبكده يبقى ردينا على أسئلة معاذ عليان. لكن يا ترى أنا هطلع أقول إيه في توضيح الموضوع ده، هنشوف بكرة بأمر الله. الكنيسة هترد عليك أنت؟ الكنيسة شغلها الشغل أنت؟ أنت مين أنت؟ أنت شايف نفسك أنت مين؟ أنت ولا حاجة بالنسبة لنا. يعني انت متخيل ان الكنيسة هترد عليك؟ ولا الكنيسة حتى في اعتبارها انت مين؟ انتوا عايشين في الوهم يا جماعة، انتوا عايشين في الوهم. اللي بعده بيقول: معجزة رجل مشلول من 7 سنوات يمشي فجأة في الكنيسة. انت ماشي على الترند يا ابني، عايز تعمل اي سبوبة اعلانات ترند؟ انت ولا في مقارنة اديان ولا غيره، انا ما شفتش منك اي مقارنة اديان. انت بتجيب الحاجة اللي عندنا وتحط كوبي بيست وخلاص، وتاخد جزء من الفيديو وتعمل عليه حلقة. انت ولا تفهم شيء في اي شيء من الاخر. يعني اللي بعده كاتب فضيحة معجزة شفاء عم عادل، الاوراق وكلامه كشفوا كتبهم، شاهد بنفسك عشان تصدق. قاعد يجيب بقى التقارير ويحلل ويجيب مش عارفة ايه. اللي بعده اهو دي رسالة من دكتور اخصائي جراحة عن المعجزة الوهمية لعم عادل في كنيسة عزبة النخل. وقول لنا اسم الدكتور ايه بقى، يعني انت مسح اسم الدكتور ليه؟ يعني هو اسمه سر؟ ما تقول لنا اسم الدكتور ايه الجهبذ اللي قال لك الموضوع ده. الدكاترة اصلا نفسهم بيبقوا مختلفين على تشخيص حالة واحدة، يعني ممكن حالة واحدة يكون عندها مرض معين، ده يقول لك لا ده ما عندهاش، وده يقول لك لا عندها، ده يقول لك لازم محتاجة عملية، والدكتور التاني يقول لك لا مش محتاجة عملية. الدكاترة نفسهم بيكونوا مختلفين في تشخيص حالة واحدة. ما تقول لنا اسم الدكتور الجهبذ اللي قال لك المعلومات القيمة دي عشان نعرفه احنا كمان. اللي بعده محمود داوود طبعا معاه في الخط، هم يا جماعة هم مجموعة كده بيطلعوا مرة واحدة. كاتب: معجزة مسيحية، رجل مشلول يمشي بعد 7 سنوات شاهد الحقيقة بالفيديو. يعني حاجة كده بتجيب سبوبة وإعلانات وحاجة حلوة، الترند شغال على إيه، يلا إحنا نمشي كمان في الهوجة. وبيشككوا في، يعني أنتوا اللي جايين تشككونا، يعني مش عارفة أقول إيه. يعني إحنا ولا تهزت لنا شعرة وكلامكم ده ما يدخلش كلام عقل، ان احنا عارفين كنيستنا القبطية يا ما في شهداء وقديسين عملوا معجزات، دي مش اول معجزة تحصل في كنيستنا، واحنا مصدقين ان دي معجزة ومصدقين 100% كمان، ولا مسرحية ولا غيره، ان احنا عارفين ان يا ما كنيستنا شافت معجزات على مر العصور.
وزمن المعجزات لم ينتهي بعد اللي بعده. أبو إسلام كمان دخل في الخط، كتب: هل تنجح الكنيسة في شغلكم عن مريم سمير بظهورات ومعجزات ومسرحيات الكذابين والأفاقين؟ يعني كل واحد بقى شايف الموضوع بمنظوره، هو ده لسه بيتكلم على مريم سمير وبيقول ان الكنيسة خطفها وبتعمل مسرحية وتمثيلية علشان ايه؟ تلهيهم على موضوع مريم. موضوع مريم خلاص خلص، خلاص خلصت، انتوا بتقولوا ايه تاني؟ اللي بعده، انا بقى هجيب لكم رد من الاستاذ مينا اسعد كامل، وهو دلوقتي برتبة دياكون دسكورس، بيقول عن معجزة العذراء مريم في عزبة النخل: بخصوص معجزة أم النور في عزبة النخل والتي أفرحت قلوب كثيرين، أكتب رأيي الشخصي والذي تكون في ضوء ما تسلمته، لذا أرجو القراءة بعناية وفهم. الراجل بقى بيتكلم بشكل منطقي وديني في نفس الوقت، لأنه هو دارس وباحث الشأن القبطي، يعني هيتكلم بمنظور ديني. أولا، حول إيماننا بالمعجزات، رقم واحد: نؤمن أن الله يعمل بقدسيه ويقبل شفاعتهم ويتدخل عندما يحين الوقت لإظهار مجده، وأمنا العذراء الطاهرة المطوبة وعلى مدار عمر المسيحية لم تفل لحظة عن أولادها، لذا في المعجزات التي تتحقق بشفاعتها وصلواتها تملأ مجلدات على مر العصور. ولا أقصد المعجزات الطبية فقط، بل هي بالحقيقة أم المعونة لا ترد أبنائها. 2، إيماننا المسيحي غير قائم على المعجزات، بمعنى أن المعجزات وإن كانت تشهد لإسم الله الحسن وشفاعة قديسيه، إلا أنها ليست محور إيماننا أو سببه، فالمعجزة إحدى الوسائل وإيماننا مبني على اليقين. ده ردا على معاذ عليان اللي بيقول أن إحنا المعجزة دي عشان تثبت إيماننا. لا يا جماعة، الموضوع مش كده خالص. ليست كل الخوارق معجزات، وليس كل من يقوم بعمل خارق هو رجل معجزات، لأن الكثيرين سيقولون: يا رب صنعنا معجزات، أما هو فسيقول: لا أعرفكم يا فاعلي الاسم. فليس صانع الخوارق قديسا. ثانيا، تعامل كنيستنا مع المعجزات على المستوى الشعبي، يمتاز شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببساطة الإيمان ووضوحه وصداقة القديسين والقرب منهم، بل والمحبة المتبادلة، حتى إنه لا تجد بيتا أرثوذكسيا ليس له شفيع أو أكثر في علاقة صداقة مع الأسرة. كثيرا ما تجد اسم القديس يتداول في الأسرة وكأنه فرد حقيقيا منهم. رقم 2، يمتاز الأدب الشعبي أيضا في ذكر نوادر ومعجزات القديسين، أحيانا بالتجويد ونقل الصورة كما فهمها، وليس بالضرورة كما حدثت فعلا، إلا إنه الغرض والضمير تمجيد اسم الله القدوس في قدسيه. رقم 3، على المستوى الرسمي، كنيستنا القبطية الأرثوذكسية مدققة جدا في هذا الأمر، وتطبق روح الإفراز بعد الفحص المدقق، ويعتد بالمعجزة في الحالات واسعة الانتشار كظهور العذراء مثلا بعد إرسال لجنة تقصي حقائق، وتصدر بيان لتوضح التفاصيل الدقيقة بوضوح وشفافية. لذا جرت العادة على ألا يتم الاعتراف بمعجزة رسمية إلا بعد بيان الكنيسة الرسمي، وعادة في المعجزات الفردية والتي تكون على نطاق ضيق بين المتشفع والشفيع، لابد من عرضها على أب الاعتراف والأخذ بمشورته. ثالثا، معجزة عذراء عزبة النخل وإقامة المشلول بعد تداول الأوراق الطبية ورواية الأحداث بأكثر من طريقة ومن أكثر من مصدر ومن بعض المعترضين من الأطباء المسيحيين على مضمون التقارير واختلاف رؤى البعض تجاه صحة المعجزة، فإن قناعتي الشخصية كالآتي: رقم 1، اعترض البعض على أنه كقاعدة طبية القاعد يصاب بضمور في العضلات بسبب عدم استخدام العضو المصاب، ويتساءلون لماذا لم يحتاج الشخص المشفى لعلاج طبيعي. وهنا نقول: الله لا يقدم معجزة ناقصة، أفهل قبلتم شفاء العجز وأستكثرتم عدم ضمور العضلات؟ ونتذكر أن المفلوج الذي أقامه المسيح له المجد لم يحتاج إلى علاج طبيعي، بل حمل سريره ومضى. رقم 2، اختلف الكثيرين بعد عرض الأوراق الطبية عن تشخيص المرض، ونفى بعض الأطباء أنه شللا. وهنا نقول أن وصف أي مرض متداول يستند إلى الثقافة الشعبية التي ترى أي صداع هو مبادئ برد مثلا، رغم أنه ممكن يكون ضغط أو نظر
أو قاع عين أو حتى حالة نفسية. لذا فالوصف المصري لمسمى المرض يعتمد على أننا عبارة عن 120 مليون طبيب نهاري وبعد الظهر محللين رياضيين. صح، أنا متفقة معاك يا أستاذ مين على الموضوع ده جدا. كلنا فجأة بقينا أطباء وبقينا بنفهم في الطب وبقينا بنفهم في الكورة، كل واحد بيحلل الموضوع يا جماعة بوجهة نظره، أنا شايف أن ده صح وأنا شايف أن هو ما عندوش كذا، وأنا شايف كل واحد بيشوف الموضوع بمنظوره. ده خطأ جدا يا جماعة، لأن أنا بقول لكم الأطباء نفسهم كل واحد بيعمل تشخيص حالة مختلف. الدكتور يقولك ده محتاج عملية، الدكتور التاني يقولك لا مش محتاج، والدكتور بيكون نفس التخصص، يعني مش دكتور تخصص تاني، لا يكون نفس التخصص، لا يقولك لا مش محتاج، لا الدواء اللي انت كنت بتاخده ده غلط، احنا هنلغي الدواء اللي كنت بتاخده ده خالص وتاخد دواء جديد. ايه مش بتحصل؟ بتحصل كتير جدا. الأطباء نفسهم بيكونوا مختلفين في الرأي في تشخيص حالة واحدة. ايه رأيكوا بقى؟ نكمل. لذا فإن كل من لا يتحرك نصفه بمصاب شلل رباعي، بينما يكون التوصيف الطبي مختلف عن هذا، ولكن العرض الظاهري هو عدم الحركة. تعددت الشهادات عن حالة الأخ الذي قدمت له المعجزة بإيمانه وصلواته بأنه كان قاعدا لا يتحرك، وهنا المعجزة تتمثل في حركته. ولا نتدخل بمسمى المرض أو توصيف الطبي، بل نحن أمام حالة لا تتحرك وتحركت. يعني اللي احنا شايفينه بعينينا ان هو ما كانش بيتحرك خالص وكان قاعد على كرسي متحرك وبعد المعجزة كان بيتحرك. علق البعض على ظهور بعض الأشعة التي لا علاقة لها بالموضوع، وبعضها حمل اسم شقيق المريض. يعني في شهادات طبية طلعت على الشاشة على قناة سي تي في باسم عادل وباسم واحد تاني، الاسم الواحد التاني ده كان اخوه. الراجل يعني من كتر لبخته خد اللي عنده كله في الدرج وراح القناة وقال لهم ده، لكن الرجل عنده حاجات كتيرة جدا في البيت وعنده إشاعات وعنده حاجات، فمن كتر الربكة بتاعته راح مطلع أي حاجة عنده في الدرج وراح جابها على طول، وهنسمع دلوقتي. وفي هذا نقول ببساطة، تم استدعائه للتلفزيون، هات الأشعة معاك. فتح درج الأدوية والأشعة وجمع الكل، وربما كان هذا دليلا على عدم وجود تلاعب، فلو الأمر مرتب لكنا شاهدنا أوراق ما تخرش المية. صح صح كما يقولون. وهنا موقف طبيعي، ربما لو حدث مع أحد مننا أو من المعترضين على المعجزة لكان قدم إيصال كهرباء وسط أوراقه الطبية من فرط الإحساس بالإثارة. أخيرا، إن الصمت الرسمي عما يحدث لهو أمر في غاية الخطورة في ظل أحداث دينية وطائفية متوترة. لذا صار من الملح دون تأخير أو تهاون أن يصدر بيانا رسميا من الكنيسة موضح فيه تشخيصا فعليا للحالة قبل المعجزة، موثق بتقرير الطبيب المعالج وشهادات متفرقة بصيغة طبية لا يختلف عليها اثنين، ويرفق أيضا بتقرير طبي لوصف الحالة بعد الشفاء مرفق بتقارير مدعمة، وتكون الصياغة العامة للبيان كما هو اعتدنا من كنيستنا العريقة. إن التأخير في إصدار هذا البيان الرسمي الموثق سيؤدي لتداعيات لا يحتملها المجتمع الآن. دياكون دسكوروس مينا أسعد كامل، أشكرك جدا يا أستاذ مينا، أنت وضحت حاجات كتيرة جدا، ويكون رد قوي على كل المشككين. أنت شرحت باختصار شديد إيه اللي حصل بالضبط. وخلي بالكوا يا جماعة، لازم برضو الكنيسة عشان توثق هذه المعجزة لازم تطلع ببيان رسمي. أنا مع الرأي ده جدا، علشان القيل والقال، الكنيسة تطلع ببيان عشان تخرس الجميع وتقول تداعيات هذه المعجزة إيه قبل وبعد، وتنشر التقارير الطبية الصحيحة. اللي بعده، طيب في برضو رأي آخر من الناشط الحقوقي رامي كامل، كان كاتب برضو تعليق على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وكان كاتب إيه بقى؟ بين المنطق ولا منطق في المعجزة. من يومين ظهر فيديو من كنيسة في عزبة النخل لشخص بيتم نقله على كرسي متحرك، وفجأة الشخص ده قام وقعد يجري في الكنيسة وسط تهليل الناس وقالوا معجزة. ده وصف الفيديو زي ما حصل. وبعدها تواصلت مع ناس كتير من جيرانه، تأكدت ان الراجل بيعاني من حالة مرضية بتمنعه من الحركة من حوالي 7 سنين. المعجزة هي حدوث امر ملوش تفسير منطقي ولا علمي، ويتناقض مع ما يجب حدوثه. من المنطقي في المعجزة هو وجود سبب لحدوث المعجزة، زي مثلا إنسان مريض ويائس، أو شخص في ضيقة ملهاش مخرج، أو ما شبه من ظروف قطيعة الثبوت والدلالة. إن فك المعضلة
معجز للبشر يعني. يعني لو المعجزة دي لها حل بشري تبقى مش معجزة، ده كلام منطقي جدا. لو الحاجة لها خلاص مش تبقى معجزة طبعا. على صفحتي صديق رجل أعمال عانى من مرحلة متقدمة من السرطان في المخ من سنين طويلة، وربنا تمجد معاه. وكل ما أشوف صورته في القدس، هو بيحب القدس جدا، أقول ده شخص ميت من سنين لكن المسيح له إرادة أخرى. عم عادل محور حديث الساعة، هو شخص بسيط ما جاش من الفضاء الخارجي وعايش وسط الناس مسيحيين ومسلمين، وسهل جدا لو هو بيمثل يطلعوا له صورة أو فيديو أو في أي مناسبة وهو بيتحرك. ولو الكنيسة هتعمل مسرحية فرد جدلي، مش هتعملها في عزبة النخل اللي فيها حوالي 1,000,000 ساكن ونسبة التعرف على حقيقة الشخص عالية جدا. لو مسرحية هتتعمل في وسط كنسي محكوم، ما ينفعش يتسرب بيانات الشخص للخارج، لأن عم عادل ده شخص عايش حياته عادي جدا. من المنطقي أن التشكيك يتم في أي معجزة، لأن فكرة المعجزة أساسا شيء فردي جدا. يعني ليه عم عادل مش الراجل اللي جنبه؟ ليه مش البابا تودروس لما كان بيعاني من ألام الظهر؟ لأن المعجزة دي تجربة فردية تماما، قائمة على إيمان الشخص وعلاقته بالله. هل ده معناه إن عم عادل أكتر إيمان من البابا؟ لا طبعا، والدليل إن نقل جبل المقطم تم على إيد سمعان الخراز رغم وجود بطرق عظيم وقتها، لكن الله بيختار ضعفاء الناس ليخرس الأقوياء. بين المنطق ولا منطق في المعجزة مساحة واسعة جدا من النقاش، فيها ناس مع وناس ضد. طبعا كل واحد لما بيشوف توما أصلا شكك في قيامة المسيح وقال له طب شوف المسامير، طب شوف قاعد يشكك أصلا. توما سميناه توما الشكاك، قاعد يشكك، هو كان واحد من تلاميذ المسيح وأكتر واحد كان ماشي معاه وأكتر واحد كان بيشوفه وأكتر واحد كان بيعرفه وكان بيعمل معجزات إزاي، يعني كان عايش معاه، وفي الآخر برضو كان بيشكك فيه. شكك فيها عم عادل فرحان بالنعمة، وأنا فرحان معاه ومصدقه. وكلمته النهاردة قال لي يا رامي لو عملت إيه برضو هيشككه، ولسه بحاول أقنعه. نطلع باقي الإشاعات المهمة جدا، وربنا يدبر ويكمل. خلي بالكم يا جماعة، أي حاجة بتحصل فيها المؤيد وفيها المعارض، فيها اللي بيشكك وفيها المؤمن. أنا مؤمنة تماما إن دي معجزة، لأن يا ما كنيستنا عملت معجزات. ده أولا، المعجزة بتبقى حاجة أصلا يعني مستحيلة على البشر إن هم يعملوها، وإلا ما تبقاش معجزة. يعني لو الراجل يعني بيتمارض مش تبقى معجزة، يبقى هو أصلا كان سليم وبيضحك علينا مثلا. لا، هو كان فعلا مشلول، وشفنا دخوله بكاميرات الكنيسة وهو داخل على كرسي متحرك، ودخل لحد جوه من على كرسي متحرك. يعني ما كانش بقى مثلا جابوا له الكرسي وهو في الكنيسة عشان يقعد عليه هناك، عشان مسرحية بقى، يعني هيدخل ليه بالكرسي؟ فخلي بالكم يا جماعة، في حاجات كتيرة جدا الإخوان والسلفيين عاملين حالة من الهياج وحالة من مش عارفة أقول إيه، الدوشة، دوشة من لا شيء. فهم ماشيين مع نفسهم عشان يخبطهم، وإحنا عارفين إن هم عايزين يثيروا الفتنة والفوضى الآن، ده كل هدفهم، إثارة الفتنة والفوضى. بس إحنا بنرد عليكم علشان نعرف مدى كذبكم وتضليلكم. إحنا بنعرف الناس إنكم كذابين ومضلين وبتعملوا دوشة وخلاص من الآخر.